بسم الله الرحمن الرحيم. ده المنظر النهائي الخاص بالشاشة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الثلاثة فيديو اللي فاتوا او الاربعة فيديو اللي فاتوا. ده بعد التثبيت، الحمد لله تمت بخير وهي شغالة زي ما احنا شايفين دلوقتي. نتمنى ان احنا نكون استفدنا مع بعض بالتركيب والتجهيز وعملية البرمجة اللي تمت الخاصة بالشاشة دي، ونتشرف دايما ان احنا نقدم لكم شغلنا اونلاين من A to Z، يعني من بداية التشغيل، من بداية تركيب او تجهيز المنتج او الشاشة لحد التثبيت في مكانها بأمر الله. شكرا لكم ونشوفكم في أعمال تانية بإذن الله. شكرا.